السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير إيوا الحمد لله. اليوم غنقراو سورة العلق. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل يوم جديد إن شاء الله. سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعوا واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسمع بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فسيدعو ناديه. سندعو الزبانية. كلا لا تطيعوا واسجد واقترب. صدق الله العظيم. إلى اللقاء أصدقائي. ما تنسوا تديروا لايك واشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل يوم جديد إن شاء الله.